أول ما اقتصدى كان شيخ نصير كاشف الغطاء عليه ما عليه، عليه اللعنة. لا ليش عليه ما عليه؟ تصدر بالجريدة رأسا شنو؟ على أنه محمد الصدر يهدي نسخة من صراط القويم إلى السيد الرئيس صدام حسين عليه اللعنة والعذاب، مع أنه لا مثله بصلة ولا مهاديله ولا هم يحزنون. ما مجرد أرادوا إسقاط محمد الصدر بهذه الذريعة. أصلا هم لعله بعض الأطراف علاقتهم بالحكومة أكثر من محمد الصدر، وهو كذلك. بالولائم وبالعزائم وبالخفاء وبالعلن وبالكذا. يعني ما نريد نحكي ونحدد من، لكن أصلا هم بأنفسهم وفي ما بينهم وبين ربهم ما يجدون إشكال في التقرب إلى الحكومة، لكنه محمد الصدر هيك أرادوا إسقاطه بهذه الحجة، وليس حجة أمام الناس خطأ، أمام رب العالمين مو خطأ قد تكون. وأشرتم أيضا إلى أن هذا يعني قلت بأنه أولا هناك ثمن التصدي، وثانيا كون امتداد طبيعي للشهيد الصدر الشهيد الأول، الرئيس. وتعلمون تماما بأنه ولا أنا واحد من الناس كنت من أنا أرى حكومة أقوم أرجف، نعم، من أرى ضابط أمن أقوم أرجف. حبيبي محمد الصدر اللي خلانا نوقف بصدورنا قدام سياراتهم بالجمعة. لا نقول القصة بنفسها كررت حتى مع السيد باقر الصدر، مع السيد محمد باقر نفس الشيء، هم قيل يعني في السبعينات، يعني في هم 77 في بداية أو في سنة 77 وبعدين صار ضد الحكومة، نعم وهكذا وهكذا.